الله لا يوفقك يا اسماعيل. مين اسماعيل؟ مو شغلتك، يلا اشتغلي. يلا 1 2 3 ايه اكذب ليه؟ ايوه ليه اكذب ليه؟ ايوه في فوح؟ شو يعني اكذب؟ اكذب اكذب بالمصري واجذب بالسوري يا جدي. اه هلا يلا من اول وجديد. خلص عفيف حفظنا. لك شو حفظتي؟ بدي غادة تطلع بيناتكم مثل العين المقلوعة، خليها تنشز هي مو انتو. يعني هلا ما بيمشي الحال غير اذا حفرنا لبعض؟ لك القصة مو قصة حفر، القصة انه هي اخته للمطرب، اذا نشزت ما حدا بيحكي معها، اما انتو نسوانه للطبال دغري بيحملوكم بحطوكم برا يا مساطيل. قبرني اياكم، ليش بدي اتعلم فيكم انا؟ خلص يلا يلا 1 2 3 يعني انا ما بدي احكي لكم دقيقتين وماشي. يا ميت اهلين وسهلين فيك. الله يرضى عليك، يعني بدي البطاقات تبعي، بطاقه الدعوه. يا على راسي، بطاقتك وبطاقه مرت عمي جاهزين. حنان اعطي البطاقه لابوك، تحركي من الدرج من فوق. يلا هلا يلا. هي بطاقتين بابا. بس بطاقتين؟ لكن قديش بدك بابا؟ 15 لاخواتك وثلاثه الي ولخالتك واختها. تكرم عينك، هلا بدبر لك 20 مو 18. ما بيمشي الحال سهر لاني عزمت الجيران. عمي عدم المؤاخذه يعني لا تفهمني غلط. فدت فدت جيرانكم. ايه ايه كم واحد؟ ايه يعني هيك كنا على بعدنا 50 نفر. 50؟ ايه ايه يعني هنيك رايحين نشتري بطاقات، بس انا قلت لهم لا تشتروا لانه الحفله حفلتنا وعزمته. عمي ما بنقدر، كل واحد طالع له بطاقتين ببلاش. ايه فلك دفتر بتنخصم علينا من بطاقات الناس. شبنا ما عجبك حديثي معي؟ انا رايح لعند السيد بديع، بركي الغريب بيطلع احسن من القريب. ميت السلامه. شو هاد؟ ابوك طايق معه عرق الذوق؟